بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس هذه الدورة، دورة الترجمة العامة المتقدمة من العربية إلى الإنجليزية. في كل درس من هذه الدروس نصحح أحد الواجبات الذي ترجمه أحد المتدربين الملتحقين بهذه الدورة والتي نقدمها من حين إلى آخر. هذه الدورة هي في المستوى المتقدم، ويمكنكم الاطلاع على الدروس الأخرى ودروس غيرها في مجالات أخرى أيضا في مكتبتنا، مكتبة المجمع العربي للمترجمين المحترفين www.arabtranslators.org/library. فأهلا وسهلا بكم مجددا. نصحح هذا النص الذي أمامنا في الترجمة من العربية للإنجليزية بطريقة متقدمة، بمعنى آخر لن نبحث في بعض الأشياء التي نتحدث بها عادة بتفصيل أكثر للمبتدئين. سوف نتعامل مع هذا النص بالمستوى المتقدم، لأن المتدرب أصلا هو في المستوى المتقدم. إذا كانت هناك بعض الأشياء غير المفهومة، فمعنى ذلك أنك ربما تحتاج إلى العودة إلى الدروس الأخرى المبتدئة أو الالتحاق بدورات أخرى في هذا المجال. نبدأ بإذن الله تعالى الآن. النص باللغة العربية تتمة لمقالة بدأنا بها بالدرس السابق. هنا الآن لدينا: ويقال لنا اليوم إن العالم يتقارب وأن المسافات الشاسعة قد ألغتها الحاسبات الآلية والفاكس. نقف هنا عند هذه الجملة. إذن بالنسبة للمستوى المتقدم نحن نحدد الفعل والفاعل، أين هو الفعل، أين هو الفاعل. لا نحتاج هنا لذكر هذا الكلام لأن المتدرب قد ذكر الفاعل we، وذكر فعلا أن الفعل موجود هو are. كلمة اليوم وضعها المترجم باللغة الإنجليزية إلى nowadays. وفقا لنظرية بيتر نيومارك، يجب علينا أن نلتزم بالترجمة الحرفية إذا كانت الترجمة الحرفية صحيحة 100% وتحمل البعد العملي البراغماتي والبعد المعنوي. بالإنجليزية عندما نقول today فإننا نقصد أيضا هذه الأيام وعالمنا الحاضر وغير ذلك. فإذا من الخطأ أن نقول nowadays، ويجب أن نقول today. سبب ذلك أن كلمة today مستخدمة، تعالوا نصلحها. إذا هنا الفعل بالنسبة ليقال، يقال لنا هو بالpassive voice are told passive voice، لكننا نحتاج إلى طريقة أخرى في قولها لأننا نتحدث عن اليوم، نتحدث عن حدث يحدث الآن وهو مستمر. إذا نحن نحتاج إلى فعل مستمر وهو بالpassive voice، فبدلا من أن نقول are we are told تصبح are being told، وسبب ذلك أننا نستخدم الحاضرة المستمر، وهو بالمناسبة الحاضر وليس المضارع، الحاضرة المستمر. نستمر في التصحيح. كلمة العالم معناها world وفقا لنظرية بيتر نيومارك، أيضا لا نستطيع أن نغير الكلمة إذا كان لها معنى في الإنجليزية. فهنا لدينا countries become closer، هذه غير صحيحة لأنه يجب أن تكون، ولو كان المعنى صحيح لا الكلمة غير صحيحة لأنه يجب علينا أن نستخدم الترجمة الحرفية هنا لأنها صحيحة مرة أخرى كما قلنا وفقا لنظرية بيتر نيومارك. The world، العالم يتقارب. فما معنى كلمة يتقارب؟ كلمة معنى يتقارب يعني أجزاءه تتقارب. فما هو المصطلح الذي نستخدمه بالإنجليزية للتعبير عن ذلك؟ نبحث في جوجل، نحن مترجمون نبحث في الإنترنت لأن الإنترنت يعطينا بعض الإيحاءات حول استخدامات اللغة الإنجليزية. فلنقل كلمة word ونقد كلمة closer. closer يعني أكثر قربا. نضع هاتين الكلمتين وننتظر. لقد ظهرت لنا النتيجة الآن في متصفح جوجل، يعطينا كلمة closer. هل هي مستخدمة؟ هل يوجد أي إيحاء يمكن أن تفيدني؟ كما نجد هنا أشياء كثيرة لا علاقة لها في موضوعنا، موضوع ترجمة الفقرة، وهو أمر مزعج. لذلك يجب علينا إذن أن نضيق البحث، فلنكتب إنترنت وورد كلوزر. ما الذي حصل علينا الآن بالصدفة، وهي صدفة تنتشر كثيرا في عملنا نحن المترجمين؟
انظروا الآن، internet brings the world closer، ظهرت لي مباشرة. بعض الأحيان لا تظهر، وهذه بالصدفة الحميدة التي ظهرت لدينا. أحيانا نحتاج إلى بحث وبحث وبحث لنحصل على هذه العبارات. انظروا الآن، internet brings the world closer. إذن نستطيع أن نستخدم هذا التعبير في ترجمتنا ونضمن أنه مستخدم بالإنجليزية 100%. فإذا نقول today that the world، نأخذها من الإنجليزية، brings the world closer، has become closer، has become closer. هذه هي بالpassive voice. لاحظنا قبل قليل أن البحث أعطانا الفعل bring. مرة أخرى نحتار، والمترجمون هنا نحتار كمترجمين، فهل يقول الإنجليز كلمة become closer؟ لاحظوا أننا في الترجمة المتقدمة نركز على كل كلمة وعلى كل عبارة، ولا نقبل أن تكون الكلمة مخالفة لما اعتاد عليه الإنجليز. أريد أن أتأكد what has become closer. دعونا نتأكد منها، نعملها copy ونذهب إلى الإنترنت ونضعها بين علامتي تنصيص، علامات الاقتباس. انظروا هنا أيضا جوجل يعطيني سؤالا، the world has become smaller but not closer. لاحظوا هذه أشياء جميلة جدا، وهذه في الواقع العبارة تنصب في صلب مقالتنا. على كل حال، ضغطنا الآن الزر فوجدنا عدة خيارات أو عدة نتائج في البحث. انظروا إلى النتيجة الثالثة، globalization. لاحظوا أن مقالتنا في الواقع تتحدث عن الglobalization، فإذا هذا يعطيني context. فنحن في استخدام الكلمات نبحث دائما عن الكونتكست. تطابق الكونتكست في هذه النتيجة والكونتكست الذي لدينا الآن في البحث. ماذا لدينا الآن؟ The world has become closer. نعم، النتيجة التي تحتها، although the world has become closer through technology. إذا has become closer لكلمة world مستخدمة. عدد النتائج هي التي ظهرت لدينا 14100 نتيجة لاستخدام هذه العبارة كاملة، the world has become closer، وهو مؤشر جيد بالنسبة لي كمترجم لأخذها، خاصة إذا كانت المواقع التي تذكر فيها هذه العبارة .org .gov .edu، أما .com وغيرها فليست من الأمور المستحبة. هنا أنا أستطيع أن أخذ هذه الدلالة أنه يوجد على الأقل 14100 نتيجة وربما أكثر إذا ما تفحصنا أكثر في أماكن أخرى، فنستطيع أن نقول نعم حتى لو أنه لا يوجد .edu.gov إلى آخره، نستطيع أن نأخذها. نعود إلى مقالتنا. إذن هذه جملة 100% الآن صحيحة. We're being told today that the world has become closer، وأن المسافات الشاسعة قد ألغتها الحاسبية الآلية والفاكسات. لاحظوا أن المتدرب ذكر computers and fax delete the fast distances in the globe becomes a global village. هي في الواقع لا نريد هكذا، لأنك لا تستطيع أن تقدم وتؤخر دون سبب. فهنا المسافات، التأكيد أين وقع هنا؟ على المسافات. في الترجمة لا نستطيع أن نغير التأكيد إلا إذا كان هناك سبب قوي، وأنت لا يوجد لديك أي سبب قوي لكي تغير التأكيد. التأكيد هنا المسافات، أن الكاتب قال المسافات الكبيرة أصبحت صغيرة، هذا هو التأكيد. أما أنت قلت الكمبيوتر والفاكس فعل كذا، اختلف التركيز تماما، اختلف الإنفاسيس. هذا ما نسميه في نظريات الترجمة، يسمونها الثيم أند ريم. إذا ما أردت أن تدرسها في مكان آخر يمكنك البحث عن نظريات الترجمة، وهناك كلمة ثيم أند ريم. هنا الآن أنت عكست الثيم والريم، وهذا لا يجوز في الترجمة لأنه يغير من قصد الكاتب. إذا ما قرنتم هذه الترجمة مع التصحيحات التي نقدمها على مستوى المبتدئ، تجدون أننا لا نركز على هذه الأشياء في المستوى المبتدئ، أما هنا فيكون التركيز أكبر ويكون عقاب العميل الذي لم تعجبه الترجمة أكبر بكثير. إذا نتفق على أن هذه الجملة يجب حذفها تماما، يجب أن نحذفها تماما ونعيد صياغتها. قبل أن نحذفها أريد أن أنبه إلى أن هذه التصحيحات كلها نطبقها على هذا الملف باستخدام خاصية track changes. يمكنكم الحصول على الملف
ويمكنكم معرفة كيف كانت الجملة عليه قبل ترجم قبل تصحيحها في الترجمة. على كل حال، قبل أن نغير بعض الأشياء، نريد أن قبل أن نغير هذه الجملة نريد أن نستمر في تصحيحات أساسية فيها. على كل حال، فاكس هي ليست فاكس، إنما اسمه فاكسيميل. فاكس هي اختصار لكلمة فاكسيميل، لكن نفضل فاكسيميل. ديليت غير صحيحة أبدا، لا تستطيع أن تقول ديليت ديستانسز، وهنا الأخ الفاضل لدينا مشكلة في الكولوكيشنز. ديليت لا تأتي مع كلمة ديستانسز، وإذا أردت أن تتأكد نذهب إلى جوجل. تعالوا نذهب إلى هناك. ندخل إلى ديليت ديستانسز. استخدامات delete distances لم تأتي، وحتى النتائج اللي هي 1580 النتيجة لن تعطيك النتيجة الصحيح، لأنها أشياء غير متوافقة مع ما نريد أصلا. لاحظوا أنها تستخدم في المجالات على ما يبدو في الكمبيوتر والحاسوب. يقولون delete distances ليس تعني delete distances يعني المسافات بين القرى والمدن، إما delete distances أنك في لغة البرمجة هناك فراغات يقول لك delete، كما تجد هذه حتى في إديو جاءت إديو، لكن delete distances مقصود فيها في لغة البرمجة أو شيء من هذا القبيل، يعني لا تستخدم بهذه الطرق. وإذا ما كتبنا globalization أيضا، نبحث عن السياق. أتمنى أن ننتبه إلى أن هذه دورة متقدمة نتحدث فيها عن كلمات مثل السياق. سياق هو globalization. انظروا، لا يوجد غير مادة واحدة فقط تذكر كلمة delete على أنها distances. لا نفضل هذه الكلمة حتى لو أنها وردت في هذه الطريقة delete distances، نتيجة واحدة فقط، حتى أن النتيجة يقول لنا zero results، والموقع غير مأمون، غير مأمون من ناحية لغوية، فلذلك لا نستطيع أن نستخدمها حتى وإن كانت مستخدمة. وربما تستغربون أنني أرى الآن هذه العبارة، ربما تكون يعني delete distances، يعني ممكن أن يكون استخدمها أحد لا يتكلم أصلا اللغة الإنجليزية. إليزار بن رافائيل يتسحاق ستينبرج في السوشيال ساينسز اللي هي العلوم الاجتماعية وغير ذلك. على كل حال، الفيصل في النهاية، كيف أعرف إن إذا ما كنا نقول delete distances أم لا؟ فنحن كمترجمون نبحث نسأل الناطقين باللغة الإنجليزية. فمثلا هناك موقع اسمه usingenglish.com، هذا الموقع مفيد جدا ونستفيد منه كثيرا بأن ندخل إليه، ثم ندخل إلى الفورمز. وفي هذه المنتديات التي أمامنا نسجل أسماءنا وغيرها، وبعد ذلك ندخل إلى هنا Ask a Teacher. Ask a Teacher، ضع سؤالك وقل delete distances، وقل لهم بالإنجليزية لدي هذه العبارة، هل أستطيع أن أقول delete distances أم لا؟ هل تصححون لي أم لا؟ لكن انتبهوا أنه من الضروري جدا أن تتابعوا، بمعنى آخر إذا وضعت سؤالا هنا أو في أي مكان آخر وأجاب عليك الناس ولم تشكرهم أو لم تخبرهم إذا كانت الإجابة صحيحة أم خاطئة، فسوف يغضبهم ذلك. لذلك عليك أن تتابع مباشرة، فهذه ثقافتهم، أنه إذا سألت أحدهم سؤالا يجب عليك أن ترد فيما بعد إذا كان إجابته صحيحة أم لا. على أي حال، ننتقل إلى موضوعنا الأصلي. And the globe becomes a global village، كما قلنا ليست becomes صحيحة هنا بالنسبة للفعل، لأنها قد ألغتها الحاسبات، أصبحت has become. عندما نتحدث عن شيء بدأ في الماضي وما زال في الحاضر فهو present perfect. إذا المفروض has become a global village. هذه علينا أن نغيرها، سنحذفها الآن. كما قلنا يمكنكم الحصول عليها في التعليقات الموجودة على يمين الصفحة. حسنا، لدينا الآن الجملة كما قلنا حذفناها، والآن بالعربية المسافات الشاسعة. وأن إذا and لا يوجد فاصلة، and that fast distances، that fast distances. الآن لدينا قصة ألغتها الحاسبات الآلية والفاكسات،
وأصبحت الآن قرية عالمية. كيف يمكن أن نقول ألغتها الحاسبات الآلية والفاكسة بالنسبة لديستنسز؟ لكي نعرف ذلك دعونا نذهب إلى جوجل مرة أخرى. أريد أن أبحث، أعطي السياق، السياق هو إنترنت مثلا، مع أنه ليس الإنترنت هي في الواقع الفاكس والكمبيوتر، لكن الإنترنت أكثر شيوعا بالنسبة لي كتكنولوجيا، قطاعات المسافات وغيرها. الآن علامة نص بالنسبة لكلمة distances يخطر ببالي في الواقع كلمة reduce distances. reduce معناها اختزل المسافات، وهي مستخدمة باللغة الإنجليزية. على كل حال، لو قلنا far distances مثلا، وهي far مفروض long distances وليس far، على كل حال نتأكد. Is there any way I can share my internet for far distances? A land of far distances. لم أجد هذه العبارة حتى الآن. far distances. Travel fast distances, fixed line, internet connections. إذا ليست موجودة. تعالوا إذا نغير الكلمة، بدل أن نقول far دعونا كما قلت لكم نقول reduce. reduce distances، ما الذي يحدث لدينا الآن؟ To reduce distances to end nodes شيء مختلف. Desire to reduce distances and barriers. The global internet is a manifestation of our desire to reduce distances and barriers. جميل جدا، يعني عبارة جميلة جدا وممتازة. Internet can reduce distances. فيمكن لو قلنا الكمبيوتر نفس الشيء، لأن الإنترنت والكمبيوتر تكنولوجيا. ماذا لو قلنا كمبيوتر؟ وماذا لو غيرنا الآن بكلمة long distances؟ تظهر لنا أيضا over long distances، لكن نريد في الواقع اختزال أو تقصير، shorten يعني كما تجدون. يجب علينا أن نبحث، وكما قلت لكم نحتاج بالفعل إلى وقت طويل للبحث. على كل حال ننتقل إلى شيء آخر. تعالوا بدلا من كلمة كمبيوتر نتحدث عن globalization. globalization و long distances، ما الذي حدث الآن؟ interacted، هذا الفعل لا نريده، نريد أن نبحث عن فعل بمعنى يختزل. فماذا إذا لو قلنا reduce long distances؟ reduce long distances موجودة لكن نتيجتان ولا علاقة لهما في الموضوع نهائيا. على كل حال لو قلنا internet reduce distances للمرة الأخيرة، هناك 8900 نتيجة ربما نأخذ من أي واحدة منها نبحث. البحث يأخذ بالوقت طويل. org لدينا .org ولدينا استخدام reduce distances. لاحظوا التعب الذي نتعبهم من أجل أن نحصل على الكلمة. هذا هو عمل المترجم. هذه هي النتيجة وأخيرا حصلنا عليها. technology that reduce distances. وهي .net. .net يمكن لا نستطيع أن نعتمد عليها كثيرا، خاصة أنه لدينا خطأ قواعد المفروض reduces، لكنها على الأقل موجودة تعطينا نوعا ما انطباعا أنها ممكن أن تكون مستخدمة. ننتقل إلى شيء آخر. reducedistances.org إذا مستخدمة، وجدناها الآن هنا. إذا جميل، حتى هذه اللحظة يعني نستطيع أن نقول هذه الكلمة هي التي يمكن أن نستخدمها. إذا كنا غير واثقين نستطيع أن نذهب إلى usingenglish.com. إذا and that vast distances were reduced by computers and facsimiles. بما أنه لدينا وأن الأرض أصبحت، إذا لا داعي لهذه الآند، لأنه لدينا عدة إعدادات نضع الآند كما تعلمنا في القواعد في آخر شيء. and that الأرض أصبحت قرية عالمية، أصبحنا فيها مترابطين على نحو غير مسبوق. الأرض، ما معنى كلمة أرض؟ globe a world العالم. have become
The world has become a global village. لاحظوا عليها. إذن هذه هي. هذه هي النتيجة ظهرت لنا وهي نتيجة فعلا I'm feeling lucky أعتقد. نستطيع أن نضغط على الإشارة لتظهر لنا that the world has become a global village. أصبحنا فيها. فيها معناها where. We have become. هنا يوجد خطأ في الرابط ليس therefore. هي جملة لم تنتهي. We have become unprecedentedly interrelated in it. بداية ما دام أننا حطيت where معناها فيها لا يجوز لنا تكرار نفس الكلمة في الجملة قواعديا فلذلك interrelated. هذه الجملة الأخ الفاضل يعني واضح أنها خاطئة قواعديا أو spelling يعني التهجئة خاطئة لذلك نعملها copy ونذهب إلى الإنترنت لبحث عنها. صححها لنا الكمبيوتر فقال unprecedentedly وهي كلمة مزعجة أليس كذلك؟ كلمة مزعجة لا نريدها. بما أننا لا نريدها نبحث هنا عن معناها في القواميس فما معناها في القاموس؟ تعالوا نضغط عليها أولا نبحث عنها أي قاموس. ما هو معنى unprecedentedly tentedly؟ معناها having no previous example. Having no previous example. نبحث عن معنى بمكان آخر. ماذا بالنسبة لهذا القاموس dictionary.com؟ Without previous instance, never before. طيب. هذه والله أعجبتني. لا يوجد مقياس للإعجاب يعني. لا يوجد مقياس للإعجاب، هذا الشيء ذاتي، أنا أتعجبني يمكن لا تعجبك. لا أحب الكلمات الرنانة، أحب الكلمات البسيطة. ماذا لو أضفنا لايك؟ يعني ليس كأي شيء في الماضي. لايك بيفور كأي شيء كأي شيء. نيفر يعني في الماضي، ليس كأي شيء في الماضي. أها، لايك أولويز لايك نيفر بيفور. طيب نبحث عن لايك نيفر بيفور. 16 مليون و700 ألف نتيجة تستخدم بها الإنجليزية هذا التعبير وهو like never before. Like never before. Like never before كما لم يحدث في الماضي. يعني لم يحدث في الماضي هذا الشيء. الاستخدامات كثيرة وهائلة. طيب ماذا لو كتبنا global أو globalization أو internet؟ وورد وشيء من هذا القبيل. وورد securing the internet scope scale and risk like never before. The world like never before العالم كما لم يكن من قبل. دوت كوم يعني ممكن أن نستأنس بها لكنها لا نستطيع أن أخذها من دوت كوم. النتائج بالمناسبة 1,510,000. The world like never before dot org. نعم النتيجة الآن أصبحت understanding of the world like never before. فالاستخدام أنا بالنسبة لي أستطيع أن أخذه ما دام هذه النتائج قوية. هذا ما نسميه طريقة البحث في الكوربس. أورج مرة أخرى circulate around the world like never before. هذا تعبير مستخدم أنا سأستخدمه like have become like never before. نضع إذن interrelated هنا فتصبح كما يلي we have become interrelated like never before. مترابطين أحسنت باستخدام كلمة interrelated. Interconnected يعني أعتمد عليك تعتمد علي. Interconnected أرتبط بك ترتبط بي. Interrelated نقبلها. Nonetheless لماذا لا نقول however؟ أبسط وأسهل. However صحيح nonetheless لا أقول خطأ لكننا نريد أن نستخدم كلمة بسيطة. There is a feeling ممتاز. ثمة شعور. انظروا إلى هذه الترجمة لماذا صحيحة. نذكركم ببيتر نيومارك عندما قال الترجمة الحرفية ليست الترجمة الصحيحة فحسب بل هي الترجمة الوحيدة التي يجب أن نستخدمها إذا كان المعنى البراغماتي والمعنى المعنوي السيمانتيك بروبوزيشنال مينينج والمعنى البراغماتيك أيضا إذا كان صحيحا وهنا ينطبق علينا هذه القاعدة. There is a feeling بالإنجليزية صحيحة. ثمة شعور صحيحة نستخدمها. أنا لا أشجعكم بهذا الكلام على أنه تلتزمون دائما بالمعنى
كلامي واضح جدا. إذا كانت الكلمة حرفية صحيحة بالإنجليزية ضعها كما هي بالعربية، أما إذا كان الستركتشر مختلف تماما بين اللغتين وعبارة مختلفة تماما فيجب علينا أن نغيرها ونحتال عليها. There is a feeling disapproves، هذا خطأ باللغة الإنجليزية، ونعود هنا إلى المستوى المبتدأ فنقول يجب علينا نستخدم which لأنه خطأ بالسبوردينيشن، راجعوا قواعد التوفل التي تحدثنا عنها في محاضرة سابقة. which disproves that totality، totally. There is a feeling which disproves that totally. إذا أردنا أن نستخدم بدل totally لماذا لا نستخدم categorically؟ categorically إطلاقا نهائيا، لأن totally غير معروفة. categorically نلاحظ أننا نضع عادة الأدفرب قبل أن نضع الفعل. شعور بأن التنائي، هذه جملة بالعربية تحتاج إلى تفسير أكثر بالإنجليزية، هي ليست كلمة شعور إنما هناك شعور أو الشعور هو أن. إذن مرة أخرى لدينا خطأ، the increase feeling، بداية بقواعدية لا نستطيع أن نضع ذا مع فعل. إذن the feeling is that، التنائي والانفصال، cessation، cessation المقصود فيها الانفصال من دولة أو غير ذلك، تعالوا نبحث عنها في قاموس كولينز كوبل. cessation of a region or a group from the country or larger group to which it belongs is the action of formally becoming separate. إذن هي انفصالية من معنى انفصال الدولة. طيب إذا كان لابد لنا فلماذا لا نبحث في قاموس المورد؟ separation, cessation, disunion, dissociation. ما رأيكم بكلمة dissociation؟ تعالوا نبحث عنها. dissociation يعني انفصام الروابط بين الناس. تعالوا نبحث في قاموس كولينز كوبيل مرة أخرى. If you dissociate yourself from something or someone, you say or show that you are not connected with them. طيب إذا ماذا بالنسبة لي disconnection؟ disconnection of gas of water، هذه لا نريدها طبعا. disconnection of two things is the act of process of separating them. two things، لكنه لم يقل two humans. طيب نبحث عن الكلمات الأخرى. breakaway، detachment، disengagement. disengagement يعني انفصال من المشروع، فك الارتباط عنه يعني. detachment، breakaway، disconnection. تعالوا نبحث عن كلمة disconnection على كل حال، لأن هي على ما يبدو هي الأقرب. تعالوا نبحث، وتذكروا أننا نريد أن نبحث أيضا في السياق. ما هو سياقنا؟ globalization، ونكتب الآن disconnection. هل هناك أي the new disconnect؟ لا يوجد. can actually be as much disconnection as there is actually connectivity in online. تتحدث عن الشبكة على الإنترنت، لا علاقة لنا في الموضوع. globalization involves connection and disconnection. wealth generation، هذه أقرب. أقرب. فماذا لو فعلنا شيئا آخر؟ ماذا لو كتبنا كلمة social مثلا لكي يفهم الكمبيوتر أن نبحث عن السياق الاجتماعي؟ depression and globalization، social isolation and alienation. نعم هذه هي التي نريد. alienation، إذن هذه الكلمة التي نريد هي في الواقع alienation. ما معنى كلمة alienate؟ alienate يعني إبعاد الشخص عن الأشخاص الآخرين. يذكرنا ذلك في الأدب عندما نتحدث عن التراجيديا والكوميديا، كانوا يقولون لماذا يتعثر المرء في التراجيديا فنبكي عليه في المسرحية التراجيديا، ولكن يتعثر في الكوميديا فنضحك عليه. السبب في ذلك أننا في التراجيديا هناك عنصر proximity، القرب، أما بالنسبة للكوميديا فهنالك عنصر التنائي عن الشخصية الأساسية التي تمثل، وهو ما يسمى بالإنجليزية alienation. إذن هنا كلمة alienation، التنائي. separation، social isolation، صحيحة 100%، العزلة الاجتماعية وغيرها. نستطيع أن ننظر في أشياء
يعني أخرى كثيرة جدا في هذه الخيارات. على كل حال ننتقل إذن إلى النص الذي نصححه. Is that the feeling? Is that التنائي والانفصال alienation and بقي لدينا الانفصال لم نترجمها بعد التنائي alienation. ماذا بالنسبة للانفصال؟ لو قلنا مثلا social isolation disconnection يعني نضع الكلمات التي تخطر ببالنا. Social isolation is complete or near complete lack of contact between individual and society. هذه في الواقع لا نريدها لأننا نتحدث عن المجتمع والفرد. نحن نريد في الواقع الفرد والفرد داخل المجتمع. Social disconnectedness ربما تكون هذه العبارة التي نريد. Disconnectedness. Disconnectedness. ما دام أننا حصلنا على هذه العبارة تعالوا نبحث بها أكثر. تخيلوا أننا في الواقع نحن في الترجمة هكذا كل الذي نفعله نتعب كثيرا للحصول على كلمة. Social disconnectedness is associated with worse physical health regardless of whether it prompts feelings of loneliness or perceived lack إلى آخره. نضيف سياق آخر فنكتب internet The effect of information communication, social disconnectedness وردت ضمن هذا السياق. .gov أنا أستطيع أن أخذها صراحة بهدوء وبراحة ضمير. إذن social disconnectedness هي الكلمة التي أريد، عكسها well connected، وهنا السياق كان بالنسبة لنا. إذا أردتم تكتبوا كلمة bad مثلا يعني internet is bad، وصلنا إلى social disconnectedness ويبدو أن هناك حديث عنها وعلاقتها بالإنترنت كما حددنا في البحث. إذن اتفقنا على ذلك. The feeling is that alienation and disconnectedness form the modern life. لا هذا هي كلمة يشكلان حداثة الحديثة. هذا collocation مشهور في اللغة الإنجليزية، مشهور باللغة الإنجليزية، ونعتب عليك أخي المتدرب أنك المفروض أن تقرأ كثيرا لأنها متكررة جدا. هذه الكلمة يشكل الحياة أو ملامح الحياة shape معناها، ولا يوجد غير هذه الكلمة shape alienation disconnected shape modern life. لا نستخدم ذا لأن مودرن لايف معروفة، لا يوجد غير مودرن لايف واحدة في الدنيا، فلا نستخدم مع هذا. While the reduced feeling مرة أخرى لا نستطيع أن نستخدم أداة الربط، أداة التعريف والتنكير مع فعل، وهنا نقول قد نزلنا إلى مستوى المبتدأ. نتابع. وإن كان بكل بساطة مودرن لايف and وليس while and if anything. نتابع. نظريه بيتر مومارك يعني لا بأس. يوجد مشكلة في اتجاه اللغوي ننتبه إليها، رجاء اضغط على هذه دائما تأكد منها. anything قد تقلص and if anything has تقلص معناها shrunk من كلمة يتقلص. هنا تقلص. يبدو أن هذا الدرس سيأخذ وقتا طويلا، لذلك لا مشكلة، رجاء المتابعة لأننا سنستمر به، لن نقسمه إلى أجزاء كما اعتدنا في الماضي بالنسبة للدروس الطويلة. تستطيع أن تعمل بوز في أي مكان تريد تمهيدا أو العودة في وقت لاحق إذا لم تكن لديك الأوقات المناسبة. تقلص بمعنى انكماش يعني shrinkage وshrink، هذه هي الكلمة تضاءل dwindling diminish مثلا، وليست كلمة diminution، هي كلمة صحيحة diminution ولكن diminish أيضا. And if anything has shrunk then
then it is the feeling of existence. The يعني ال feeling of existence عادة بيكون sense of existence، يعني الشعور sense و feeling بينهما شعرة بسيطة في المعنى، لكن sense عادة تستخدم sense of existence. It is the sense of existence which the modern self suffers from. Modern self لا نستطيع أن نقولها في الإنجليزية، لكن which modern people are suffering from. نعود إلى قواعد التوفل. الأخ الكريم، لدينا مشكلة لديك في قاعدة التوفل subordination which، هنا تعود على كلمة experience، أصبحت لا نستطيع أن نفهمها بهذه الطريقة، وهذا غير صحيح. إنهم لا يعانون من ال existence، من الوجود، يعانون من فقدان، من فقدان الحس بالوجود. Alienation and disconnectedness shape modern life, and if anything has shrunk, then, وليس ذا طبعا، then it is the sense of existence. And many and modern people suffer from that existence. أو نقول بطريقة أخرى، a phenomenon that is besetting people in the modern world. هنا أنا اضطريت إلى الإضافة والتأخير وغيرها لأنني لم أتمكن أبدا من صياغتها بطريقة صحيحة. ربما لو كنت ناطقا بالإنجليزية لتمكنت من ذلك، لكنني ما دمت لم أتمكن، هنا نتبع أيضا نظرية بيتر نيومارك الذي يقول إن لم تجد أن الترجمة الحرفية يمكن أن تفيدك عليك أن تنتقل بعيدا عنها، لكن لا تبتعد كثيرا. ويقرر علماء النفس، علماء النفس هم psychologists. Psychologists decide. هو ليس decide يعني you decide يعني يتخذ قرارا. لسنا مضطرون باللغة العربية أن بالترجمة عندما نترجمها أن نتقيد في الكلمات التي لا تحمل معنى بالإنجليزية. decide يعني make a decision. يمكنك أن تقولها باعتبار أنك مخلص اللغة العربية، فكر أيضا تقول argue، لكن decide لا أريد أن أتدخل فيها. decide تأتي معها كلمة that هذا خطأ آخر. that high levels of frustration، مستويات الإحباط والقلق عالية. المبتدأ مستويات الإحباط that high levels of frustrations ليست high، that the levels of frustration and anxiety are high. And that the levels، هي ليست levels شبكة. لماذا نترجمها؟ نعود إلى نظرية بيتر نيومارك، لا يجوز التحرر من الترجمة إذا كانت صحيحة. that the network الأصدقاء، ليس الأصدقاء الحميمون والقريبون، أفراد الأسرة القريبين وليست الأصدقاء، أفراد الأسرة القريبين. على كل حال، بما أنك فهمتها أن الكلمة قريبين تعني الأصدقاء وأفراد الأسرة، لا أريد أن أتدخل بها. of close friends and family members داخل المجتمع in the society. أنت كتبت community وهي غير صحيحة، وأيضا قدمت وأخرت دون أي داعي لذلك. in the society انكمشت، have shrunk انكمش كما قلنا shrunk.
as far as ليس as far as بالنسبة لأغلب، هي كلمة بالنسبة غلط أصلا بالعربية. لي يعني has shrunk. For most people shrunk، عادة عندما نتحدث عن شيء تغيرت حالته من حالة أخرى نستخدم حرف الجر into. ما في داعي إذن لي become into a small part. Of what the previous generations have lived. يعني هي ترجمة صحيحة، لكنني أريد منك الأخ الفاضل أن تنظر في هذه الترجمة الأخرى، تعديل بسيط. Into a part so small. Compared with that lived by previous generations. كما تلاحظ أنا أنتبه هنا خط أحمر أراه بالنسبة لي خطأ وجود مطبعي، فيجب علي أن أصححه، لا يجب أن أترك أي شيء. طيب ننتقل إلى الفقرة الأخرى، المعرفة التي كانت متاحة بلا مقابل. knowledge ليست being إنما having been available. لماذا؟ having been available ماذا تعني؟ having been available تعني أنها كانت متاحة، يعني التي كانت متاحة. هذه العبارة having been available، هذا هيك معناها ترجمتها. for free and for the good of society، أحسنت، من أجل مصلحة المجتمع. هذه هي الترجمة الدقيقة 100%، وأستطيع أن أقول الوحيدة. For the good of the society، لمصلحة المجتمع. is now secret. And for the purpose، أخي الكريم يجب عليك أن تعود إلى كتاب التوفل بحق الله عليك، لأن هذه الأخطاء لا يمكن أن نقبلها على المستوى المتقدم. is now secret، secret adjective، وهذا حرف عطف، لا تستطيع adjective أن تعطفه على حرف جر. is now secret، يجب علينا أن أضع أيضا هنا adjective. سأخترع، ماذا أفعل؟ سأخترع and confined. confined with. مرة أخرى بالنسبة لاتجاه الكلام، أرجو أن يكون تتأكد منه قبل أن تبعثه لي. with the achievement of material gain. يعني أفضل تقول gains، حتى نستخدم gains أكثر. الآن ننتقل إلى أيضا نظرية بيتر مارك التي يقول فيها الترجمة الحرة يجب أن نستخدمها إذا كانت العبارة سليمة. هنا لدينا مشكلة، كانت لا نستطيع أن نقول secret adjective مع for the purpose of، فلذلك اضطررنا إلى إضافة adjective من عندنا من أجل أن تكون الجملة سليمة باللغة الإنجليزية، ولا يتنافى ذلك مع نظرية بيتر مارك الذي يقول إذا كانت الترجمة الحرفية غير صحيحة يجب أن ننتقل إلى مستوى أكثر. scholars having cared to، having cared، having cared to. هل نقول cared to ولا نقول cared for ولا about ولا غير ذلك؟ نتأكد من ذلك أيضا، عود إلى كتاب التوفل الذي تحدثنا عنه في محاضرة سابقة في مكتبة المجمع العربي للمترجمين المحترفين. having cared for or about. وبعد أهل كان أهل العلم يحرصون على استقلالهم العلمي. الآن دعونا نغيرها. أهل العلم scholars، لا بأس. scholars having been keen on their scientific independence
Independence. Are now. Now يعني لحظة الكلام التي لدينا الآن، هذا غير صحيح. Are planning scientific curriculum وليس science curriculum. نرجع أيضا إلى قواعد اللغة الإنجليزية، يعني الصفة يجب أن تكون صفة scientific curricula in accordance with what has been agreed with business funded وليس funded بالمناسبة funding الممولة وليس funded. هذا الخطأ نسميه participle. ادخل اذهب إلى كتاب التوفل أيضا. As agreed upon with the funding institutions. Teachers, نحن نتحدث عن teachers اللي هم الجامعات أم ماذا؟ Teachers لا بأس، لكن هو في الواقع جامعات، إذن professors وليس teachers. ما أننا نتحدث عن جامعات professors الذين كانوا يدرسون having used to teach يعني هذا خطأ قواعدي having taught تحتاج إلى شيء are now on companies payrolls الرواتب payrolls 100% صحيحة they are doing research وليس researchers they are carrying out research كما تعلمنا يقول at universities لا نستطيع أن تكون النسبة والنسبة لا تكون جمع إنما تكون مفرد في اللغة الإنجليزية والعربية على حد سواء and marketing them while the universities are paying reduced fees to employ assistant professors هنا إحلال to substitute to replace يعني to employ assistant professors substitute لكن لدي هنا مشكلة في اللغة العربية لإحلال لإحلال ماذا محل مكان مين مكان البروفيسور الكبير يعني ممكن لذلك لا أستطيع أن أغير employ لأن الكلمة بالعربية غير واضحة هذا شيء سيحدث كثيرا باللغة الإنجليزية العربية والإنجليزية أحيانا لا نفهم شيء فنضطر أن نترجم كما نفهم الأساتذة مستعدين فأنت أخي المترجم قلت لنفسك employ أفضل شيء وأنا لا أريد أن أغيرها لك لأن هذا قرار وهذا قرار المترجم يفكر أقول ماذا أفعل صاحب العمل لم يخبرني ماذا أفعل فنقول employ assistant professors لو أردت أن أحدثها أقول to هذا instead of the professors مثلا as for the presidents of universities عادة يسموها university presidents أو rectors أو إلى آخره who are the intellectuals who were الفعل الماضي البسيط يستخدم للتعبير عن شيء كان مستمرا كان من زمان يحدث كعادة كحقيقة كواقع لكنه لم يعد الآن فهي تركيبة صحيحة of those وليس these those يعني these يعني الآن الذي لدينا الآن those يعني الماضية institutions اللي هي المؤسسات نعم are now like the itinerant traders John Harris هنا الآن على ما يبدو لدينا اقتباس من واحد اسمه جون هاريس فلذلك يجب علينا أن نبحث عن الاقتباس كما هو دعونا نبحث جون هاريس ماذا يقول عن الجامعات ربما نجد University Presidents بائع متجول ربما Vendors مثلا يعني هذه لابد إذا من أن تأكدوا عليها أنا لن أستطيع أن نضيع وقتكم الآن في هذا التسجيل يجب عليكم أن تبحثوا جون هاريس ماذا قال بالضبط عن هؤلاء الأشخاص بالنسبة للباحثين كيف أصبحوا في سلم الرواتب وغير ذلك حاولوا يعني أن تستخدموا نفس الكلمات الموجودة هنا يعني هذه الكلمة
نريد أن نبحث عنها، ما معنى هذه الكلمة؟ لأنني لم أعثر عليها. في القاموس الإنجليزي يقول an itinerant worker travels around the region working for short periods in different places. هي ليس بائع متجول، إذن لا يمكن أن يكون بائعا متجولا. في هذه الحالة دعونا نبحث عن كلمة بائع متجول في جوجل. بائع متجول، سوف أجرب حظي مع بروز. بروز هو تجمع كبير جدا من المترجمين المحترفين، ولا بد أنهم قد وضعوا هذه هوكر ستاند دور تو دور سيلزمان. إذن سيلزمان بائع متجمل، سيلزمان مترجمة. في قاموس المعاني أيضا لدينا قاموس، لا ليس المعاني، هذا قاموس المعاني جيد في هذه المجالات أيضا، نستطيع أن نستعين به. فماذا يمكن أن يكون لو قلنا قاموس المعاني، أو نكتب كلمة English؟ أرجو أن تستفيدوا من هذه الطرق في البحث. بيدلر، إذن هي بيدلرز، نعم هذا مترجم جوجل حتى وجدها، نعم هي بيدلر، أو الشخص الذي ينتقل من مكان لمكان ليبيا اسمه بيدلر. إذن like بيدلرز. على كل حال هذا الاقتباس مأخوذ من جون هاريس، ويجب أخذه من كتابه الأصلي. الله أعلم أي ما هو كتابه، ربما المقالة الأصلية تظهر لنا هذه الفكرة. ملاحظات نقدية استهلالية، يستحيل تقريبا تقديم introductory critical remarks 100% صحيحة، يستحيل تقريبا it is almost impossible، تقديم to present simple definition لا غير صحيح، إنما a simple definition. ومرة أخرى الأخ الفاضل، يعني أنت يجب عليك أن تنتبه في المرات القادمة للاتجاه. To present a simple definition for the term globalization, since it has a number of nested denotations, economic, social, political, ideological, and economic domains. هذه لا يوجد أي مشكلة فيها في الترجمة، لا أجد فيها أي مشكلة، فنستمر إلى الجملة التي بعدها. In this article, I care for، صحيحة 100%. الآن كما وجدت، كما رأيت كلمة care تأخذ for. I'm interested in eliciting numbers، ممتازة، هذه ممتازة، ممتازة جدا. ولكن لا نقول numbers، إنما a number of sensitive questions. هل هو قال أسئلة حساسة؟ نعم. Sensitive questions about these denotations, especially through their relationship with the contemporary. ليست through، يعني هذه خطأ في العربية ربما. العربية تقول حول، حول about، especially about، especially concerning، especially in terms of، especially in relation to the relationship with the contemporary Islamic world. Presenting some critical remarks about the case of contemporary Islamic thought and proposing ways to face cognitive, moral and scientific transformations that are created recently by globalization. أخي الفاضل، إذا قلت recently لا ينفع أن نقول are created، have been created by، recently have been، recently الادفيرب مضاف قبل هذه الباست بارتيسيبل باي جلوباليزيشن. جميل جدا، حتى الان الامور تماما، لا اعرف هذا الان يعني مور سموذلي اجدها من الاولى، لا اعرف لماذا. First of all I want to say that the proponents of globalization do not take the Islamic perspectives in economic and society seriously. لم ياخذوا that the presentations، الفعل فيه خطأ لأن الفعل هو في الحاضر، يعني مضارع بالعربي، هو حاضر بسيط في اللغة الإنجليزية، أو بالأحرى هو لم يأخذه، هو عفوا في الماضي، وبالإنجليزية يكون بالpresent perfect، لم يأخذوا وهم لا يأخذون الآن. فإذا الفعل هو not، ليس do not، have not taken، إذن have not taken صحيحة طبعا. The Islamic perspectives، منظورات ولا منظور؟ المنظور لا يجوز الاختلاف في الجمع والمفرد والتثنية. Perspective وجهة نظر عامة، يعني مثل منظور من فوق. المنظور يكون على ولا يكون in، يعني عندما ننظر إلى شيء من جبل مثلا. هذه propositions فيها مشاكل كثيرة، هي في الواقع
نبحث عنها هنا أيضا لا نتسرع. perspective نكتب on or of or in. word choice هو هذا خطأ في الإنجليزية يسمى word choice، يعني هذا نوع الحرف الجر تسمى word choice في كتاب التوفل شرحناها في إحدى المرات. يقول do I allow الانسر، هذا هو الإجابة هنا. opinion meaning of perspective then you would have a perspective on a phenomenon، إذا on كما قلت لك وليست in، هي أكيد ليست in because this phenomenon has not been regularly recognized and Islamically criticized. Islamically أعتقد أنها حرف كبير ويجب أن تكون هنا، لكن لأنه يعني نقد إسلامي إسلامك إذا ليس إسلامكلي، لم تحظى بتقدير ونقد إسلامي. تقدير ليس معناها recognition إنما معناها appreciation. The Islamic perspective because has not been systematically، وليس regularly على فكرة، systematically كلمة أخرى، has not يلقى الأخ الفاضل معناها received. بيتر نيومارك مرة أخرى كلمة صحيحة حرفية لا نتحرر منها. has not received any systematic، هو إسلامي أليس كذلك؟ نعم. ولا يوجد any، عفوا، إذا Islamic systematic appreciation and criticism. There were sudden movements. Movements هي الفاعل و where هي الفعل صحيح. Sudden يعني لو قلنا abrupt ممكن تكون أحسن. Against Western modernity. الحداثة الغربية هل هي modernity ولا modernization؟ يريدون أن يحولوا العالم على أساس الفكر الحداثة الغربي. لا يوجد فاصلة منقوطة إنما فاصلة. The most prominently بدون هذا نشطب was. most prominently in Iran, Sudan، عادة نقول the Sudan، هذه من الدول التي تأخذ ذا. However the reactions of Islamic eggheads كلمة إجهز للوهلة الأولى تبدو على أنها معناها رؤوس البيض. دعونا ندخل إلى القاموس ونرى. إجهد، if you think someone is more interested in ideas and theories than in practical action you say they are an egghead. إذن هي موجودة. To the problems caused by globalization have not been met، have not been achieved. The reactions have not been achieved. Though it's time to be since long time ago. لا هذه ليست لغة إنجليزية. Though هذه خطأ ليست هكذا. Though إذا كانت هذه العبارة غير مناسبة لكم تستطيع أن تقول though they should have been achieved for a long time. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس في دورة الترجمة من العربية الإنجليزية المتقدمة. نستودعكم الله ونراكم قريبا في درس لاحق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.